بعد نزول الجالكسي اي 24 من سامسونج النسخه ميد ان ايجيبت بسعر نقدر نقول عليه مقبول جدا، ففي ناس كتيره قالت ان السامسونج جالكسي اي 24 هو ده موبايل السنه بتاع سامسونج، هو احسن موبايل بيدي لك افضل تجربه باقل سعر ممكن من سامسونج. وناس كتيره قوي برضو قالت ايه ده الاي 24 شبه جدا الاي 34 وفي فرق سعر ما بينهم 5000 جنيه تقريبا، فاكيد وانا مغمض هروح اشتري الاي 24 وافكس الاي 34 حتى ولو معايا سعر الاي 34. فالفيديو بتاع النهارده انا هعمل لك مقارنه كامله بين الاي 24 والاي 34 علشان نشوف فرق السعر ما بينهم هتاخد بيه ايه في ال 34 مش موجود في ال 24، وبعد المقارنه كده ونشوف الفروقات ما بين الموبايلين دول، هل فعلا الاي 24 هو موبايل السنه من سامسونج ولا الاي 34 هو موبايل السنه من سامسونج. وانا مش عاوزك تقول لي انت ازاي بتقارن موبايل فئه اقتصاديه او تحت المتوسطه بموبايل متوسط، انا بس بعمل المقارنات دي علشان اوضح لك الفرق ما بين الموبايلين دول، لان في ناس كتيره دلوقتي تقول لك انا ممكن اشتري الاي 34 بس هوفر اشتري 24 عشان هياخد نفس الاداء تقريبا، فهل انت هتاخد نفس الاداء تقريبا؟ وفي ناس تانية بتروح تبص على المواصفات الارقام فيلاقي ان الاي 24 كاميرا 50 ميجا بكسل بمثبت بصري والاي 34 كاميرا 48 ميجا بكسل بمثبت بصري، فيقول لك ايه ده الاي 24 الارخص احسن. كل الكلام ده غلط. هنشوف الفيديو بتاع النهارده فرق الاداء الحقيقي ما بين الاي 24 والاي 34، هتشوف كده هل انت هتزود وتشتري الاي 34 ولا هتوفر وتشتري الاي 24. ما تنساش تكتب لي كومنت قبل ما نبدا كده تقول لي انت شايف الاي 24 كقيمه مقابل سعر افضل ولا الاي 34. لايكك الجميل ويلا بينا نبدا. عاوز تلعبها صح تشتري لنفسك فيه اونلاين وتوفر فلوس، جبت لك النهارده اقوى ابلكيشن كاش باك في مصر، ابلكيشن واصله متاح للاندرويد والايفون، وده ابلكيشن هيخليك توفر فلوس وانت بتشتري اونلاين من معظم المواقع اللي انت بتشتري منها زي امازون، نون، اتش اند ام، ديفاكتو، ال سي وغيرهم كتير. كل اللي عليك ان انت هتحمل الابلكيشن، بعد ما تحمله هتعمل اكونت بكل سهوله، وبعدها هتختار الموقع اللي انت عاوز تشتري منه، وبعد ما تفتحه هتلاقي تحت كده في شريط مكتوب عليها الديل فايندر او ان انت تلاقي العروض، هتدوس عليها هتلاقي العروض ظاهره لك، اقراها كده وشوف العرض اللي يناسبك. يعني عندك في امازون دلوقتي في عرض كاش باك 25% على الاجهزه الالكترونيه بحد اقصى 1000 جنيه، وفي عرض تاني 25% على منتجات المنزل بحد اقصى 1000 جنيه، وفي عرض كمان 200 جنيه كاش باك كده بسرعه على اول عمليه شراء تعملها. المهم فعل العرض اللي تحبه واشتري من الموقع عادي خالص، وتاني يوم على طول هتلاقي فلوس الكاش باك في حسابك على وصله. ابلكيشن جامد جدا، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، حمله وسجل بسهوله وخد الكاش باك، جدد اجهزتك ووفر فلوسك مع وصله. ويلا بينا نرجع للفيديو بتاعنا. من ناحيه التصميم فسامسونج ما شاء الله عليها من ارخص موبايل لاغلى موبايل في سلسله جالكسي اي الجديده بنفس التصميم الشيك التصميم الغالي الموجود في الاس 23 و 23 بلس، فنقدر نقول من بعيد شكل الجالكسي اي 24 واي 34 واحد. الفرق الجوهري ممكن يكون في اللون، الاي 24 متاح منه حاليا في مصر دلوقتي اللون الاسود اللامع، وده لون مش حلو تماما، بيبصم ويتبهدل وبيتخربش. انما الاي 34 متاح منه اكتر من لون زي الاخضر الليموني اللي معايا ده، وهو بصراحه شكله على الحقيقه حلو جدا ومش بيتبهدل ولا بيبصم زي الاي 24. الموبايلين بقى كوزن وابعاد وماسكه في الايد قريبين جدا من بعض، والاثنين طبعا خاماتهم بالكامل من البلاستيك، والموبايلين مش بيجي معاهم جراب في العلبه، هتشتري جراب لوحده للاسف لو قررت تشتري اي موبايل فيهم. بس اول نقطه تفوق هنا للاي 34 الفلوس بقى الزياده اللي بتدفعها هي في ايه بقى؟ في ان الاي 34 مقاوم للميه بشكل رسمي بشهاده اي بي 67، انما الاي 24 الارخص ما فيهوش الشهاده دي، ودي حاجه ما تعبش الاي 24 تماما. احنا بنشوف فرق السعر هناخد بيه ايه. نبص على الشاشات، الاثنين سوبر اميليد بحجم 6.6 بوصه في الاي 34 و6.5 بوصه في الاي 24. الاي 34 التردد بتاعه بيوصل ل 120 هرتز، انما الاي 24 بتردد بيوصل ل 90 هرتز. وطبعا زي ما انت شايف الحاجه الرخمه مشتركه في الموبايلين ما شاء الله، شكل الشاشه النوتش القديم الرخم، بس واضح جدا جدا ان الحافه السفليه اقل بمراحل في الاي 34 لما نقارنها بالاي 24. مش عارف ازاي الناس شايفاهم زي بعض في الحواف، لو مسكت الموبايلين جنب بعض على الحقيقه الاي 34 شكله من قدام احلى بسبب الحافه السفليه الاقل، بس مازال برضه عشان ما حدش يفهمني غلط الاي 34 شكله لو هنقارنه بموبايلات تانية بنفس سعره مش
مش افضل حاجه بسبب شكل النوتش، دي حاجه بديهيه. لما نيجي نشوف تجربه الاداء الفعليه للشاشات، خلاص بقى عدي الشكل، عايزين نشوف الاداء. الشاشتين يا باشا زي بعض بالظبط، شاشتين ممتازين سوبر اميلد، والاثنين ادوني نفس التجربه والاداء الفعلي للشاشه، تعزيز الوان مظبوط ولا بزياده فتحس ان الالوان فقعه، ولا ناقصه فتحس الالوان باهته. الشاشتين كمان بيدولك نفس درجه السطوع تقريبا القصوى تحت الشمس في رينج ال 1000 نتس، ودي حاجه محترمه في الموبايلين، وحاجه تحسسك قد ايه ان الجالكسي اي 24 شاشته حلوه علشان تديلك سطوع والوان زي شاشه الاي 34 اللي اغلى منه بحبه حلوين. في طبقه حمايه جوريلا الجيل الخامس على الاي 34 اكيد مش موجوده في الاي 24، والشاشتين مش بيجي عليهم سكرينه، هتشتري برضو سكرينه لوحدها لو قررت تشتري اي موبايل فيهم. من الاخر اداء فعلي للشاشه الاي 24 قادر يسد مع الاي 34 ومديلك نفس الاداء الفعلي تقريبا، ولكن نقط تفوق الاي 34 الاغلى في حافه سفليه اقل، ريفريش ريت اعلى، مفيش حاجه تانية في الشاشه. بص هقول لك على حاجه، في اخر كام فيديو انا ما قلتش اعمل لايك في نص الفيديو، وبالتالي لقيت ان اللايكات قلت جدا، وده بيقلل ريتش الفيديوهات، فاحنا بنرجع تاني لنفس الدوامه، فاعمل اللايك الجميل مش هاخد منك ثانيه، ويلا نكمل الفيديو بتاعنا. نيجي بقى لاهم فرق بين الموبايلين، المعالج والاداء الفعلي. الاي 24 جايب احسن معالج اقتصادي ميديا تك جي 99 تكنولوجيا 6 نانو، والاي 34 جايبه معالج قوي في الفئه المتوسطه دايمنستي 1080 تكنولوجيا 6 نانو داعم لشبكات الجيل الخامس. وعاوز اقول لك بس على حاجه قبل ما اتكلم عن الفرق بين المعالجين دول، حقيقي انا مبهور ان سامسونج بتقدم احسن معالج في الفئه الاقتصاديه في الاي 24 بالنسبه للمنافسين والاسعار الجديده للموبايلات، واحسن معالج باقل سعر ممكن في الاي 34. ده يا جماعه ما كانش بيحصل زمان في الفئه الاقتصاديه والمتوسطه من سامسونج، وحاصل دلوقتي فحلو جدا، بعيدا عن الجالكسي 52 اس اللي كان فلته، والام 52 اللي لسه لحد دلوقتي ممكن تلحقه بسعر 10500 جنيه تقريبا ويبقى اسمك لحقت موبايل فلته من سامسونج. نرجع لموضوعنا، المعالج الموجود في الاي 34 انشط بكتير من الموجود في الاي 24 حقيقي، وبدون مبالغه انت بتاخد اداء احسن بنسبه لا تقل عن 60-70% في الاي 34 على الاي 24 في الاداء اليومي العادي، فتح برامج والتصفح والتنقل ما بينهم. انا عارف ان واحد هيجي يقول لي انت بتعمل ايه وبتقارن ما بين مين ومين، ما هو في فرق سعر ما بينهم. ايوه انا عارف ان في فرق سعر، بس في ناس عاوزه تعرف فرق السعر اللي هتدفعه زياده لو قرروا يجيبوا الاي 34 هياخدوا بيه ايه، وهل لو وفروا وجابوا الاي 24 هياخدوا نفس الاداء ولا لا. بس انا عايز اقول لك في الاي 34 هتاخد اداء احسن حتى في الاستخدام اليومي من الاي 24. ولما ندخل بقى على الالعاب التقيله وبتاع، لو انت جيمر فدي مش محتاجه كلام، اكيد انت فاهم وعارف اكتر مني، يعني المعالج في الاي 34 جامد جدا في الالعاب التقيله، بيشغل اي حاجه على فريمات عاليه بدون تقطيع بدون سخونه كبيره. الاي 24 حلو على سعره بالجي 99، بس برضه من ناحيه الالعاب فهتاخد تجربه احسن في الاي 34 بنسبه 50% مثلا زياده عن الاي 24. اتمنى تكون فهمتني، يمكن الاداء هو اكبر فرق ما بين الموبايلين دول، فعلا في فرق محترم في الاداء ما بينهم لو يهمك النقطه دي. بصمه الاي 34 تحت الشاشه انا عارف ان هي ترندي وبتحبوها، بس هي مش اسرع حاجه ومش عمليه قوي. بصمه الاي 24 الارخص على زرار الباور وسرعتها نقدر نقول فوق المتوسطه، وعمليه على الاقل اكتر من تحت الشاشه في سامسونج. الموبايلين فيهم ان اف سي ودي حاجه محترمه جدا، ان الارخص الاي 24 موجود فيه الميزه دي، والموبايلين فيهم مايك اضافي لعزل الدوشه كويس جدا، والاثنين جايين بواجهه سامسونج وان يو اي 5.1 الكامله المبنيه على اندرويد 13 ممتاز. الاي 34 بقى صوته ستيريو عالي ومحترم ماشي اوكي، الاي 24 بقى صوته مونو، يعني مش ستيريو، هو احسن صوت في الفئه الاقتصاديه بس مونو، واقل بنسبه 30% مثلا من الاي 34 لو بتقارن ما بينهم. بس الاي 24 بقى في مدخل سماعات 3.5 مللي اللي كلكم بتحبوه، انما الاي 34 للاسف حاطط نفسه كده مع الموبايلات الغاليه وما فيهوش مدخل سماعات 3.5 مللي. الموبايلين فيهم مستشعر التقارب سوفت وير، الاثنين زي بعض ادائهم كويس مش هيعمل لك مشاكل، والموبايلين شبكات الواي فاي مش افضل حاجه، اديها تقييم متوسط زي بعض تقريبا، لازم تقرب شويه للشبكه عشان تلاقيها وتقدر تتصل عليها، وده عيب موجود في كل موبايلات جالكسي ايه من سامسونج. بطاريه الموبايلين زي بعض بالظبط، 5000 ملي امبير، وانا مش بتكلم على الرقم انا بتكلم كمان على الاداء الفعلي، الاثنين حرفيا بيمشوا مع بعض، 8-9 ساعات شاشه مفتوحه وده وقت كويس جدا، معناها ان انت هتكمل يوم كامل من الاستخدام المتوسط او فوق المتوسط. والموبايلين منفذ الشحن تايب سي، والموبايلين مفيش شاحن في العلبه، واقصى قدره شحن 25 واط في الموبايلين، وهتشتري الشاحن ال 25 واط بفلوس عشان تشحن الموبايلين تقريبا في ساعه وربع، وده وقت ممكن اتقبله في الجالكسي 24 لانه ارخص، المنافسين بتوعه اخرهم 33 واط مش فارق كتير، لكنه مش حلو تماما في الاي 34. وارجع واقول لك اما يبقى الاي 24 زي الاي 34 في البطاريه وسرعة
سرعه الشحن وان مفيش شاحن، فدي كده تعتبر نقطه للاي 24 مش للاي 34 عشان في فرق سعري كبير ما بينهم. نيجي للكاميرات، الاي 34 جاي بكاميرا خلفيه 48 ميجا بكسل بمثبت بصري، والاي 24 جاي بكاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل بمثبت بصري، والسيلفي 13 ميجا بكسل في الموبايلين. وانا عاوز اقول لك بلاش الارقام تلخبطك، عشان ال 48 المفروض تبقى اقل من 50، لا 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 هو الوضع هنا معكوس. خلينا نشوف الصور على طول. كاميرا خلفيه في الجالكسي اي 24 فاجئتني لما قارنتها مع الاي 34، لقيت ان هي بتطلع تقريبا نفس لوك الالوان ولوك الصوره عموما. معالجه سامسونج تحسها واحد في الموبايلين دول بدرجه انت مش متخيله. طبعا العزل افضل شويه في الاي 34، دي حاجه يعني منطقيه، واكيد لو زومت كده في الصور بايدك هتلاقي الاي 34 احسن شويه، بس الصوره من بعيد الاي 34 والاي 24 قريبين جدا جدا من بعض بطريقه انت مش متخيلها. لوك الصور من بعيد حلو، الاثنين يعتبروا كويسين جدا يعني كل واحد في فئته السعريه حلو، بس لما الاي 24 يبقى ده قريب كده من الاي 34 ده معناه ان الاي 24 طفره في الكاميرا في فئته السعريه. بس ارجع اكد عليك برضو الاي 34 احسن حاجه بسيطه. اما السيلفي فوانت في الشمس او في اضاءه عاليه الفرق ما بين الاي 34 والاي 24 بيبقى بسيط قوي، والفرق ده بيبقى تقريبا في البورتريه او في طريقه العزل او القص افضل شويه في الاي 34 على الاي 24. بس اندور بقى لا يبدا الفرق يبان. الاي 24 عدد السيلفي بتاعته تفاصيل بتقل كتير لما تدخل في اضاءه داخليه مقارنه مع الاي 34، وركز كده في الصورتين دول هتلاقي اللي انا بقول لك عليه صحيح. ومن الاخر كده انا عجباني كاميرا الاي 24 ان هي قادره تسد مع كاميرا الاي 34 رغم فرق السعر الكبير ما بينهم. تعالوا نشوف تصوير الفيديوهات. بالنسبه لتصوير الفيديوهات فدلوقتي عندنا الاي 34 بيصور 4K انما الاي 24 اخره 1080 بس زيه زي اي موبايل اقتصادي. عامه خلينا كده نختبر مع بعض جوده التفاصيل والالوان والثبات، وانا عشان ما اظلمش الاي 24 فانا بصور على جوده 1080 30 فريم في الموبايلين، ونشوف الاي 24 هيسد مع الاي 34 ولا مش هيقدر. انا دلوقتي شايف شاشه الموبايلين زي بعض بالظبط تحت الشمس، ودي حاجه اكيد تحسب للاي 24 ان هو ارخص حبه حلوين من الاي 34، وكاداء فعلي للشاشه مش فارق حاجه عن الاي 34. بالنسبه للاسعار، الجالكسي اي 24 نسخه صنع في مصر موجود منه نسختين، نسخه 128 جيجا و4 جيجا رام، ودي انا ما انصحكش بيها، زود وهات ال 128 جيجا و6 جيجا رام عشان النسخه ال4 رام ممكن تكون بتهنج شويه. النسخه بقى ال 128 و6 رام سعرها في حدود ال 7400 جنيه، وينفع تركب شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت. اما الجالكسي اي 34 فهو موجود ضمان دولي للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 12200 جنيه، والنسخه الضمان محلي اغلى شويه 128 و8 برضو سعرها حوالي 13500 جنيه، وينفع تركب شريحتين اتصال او شريحه وكارت ميموري. ومن الاخر كده بعد ما جربت الاي 24 مع الاي 34 احب اقول لك ان الاي 24 زي الاي 34 في حاجات كتير، نفس الشكل التصميم الخارجي، نفس كواليتي الشاشه من ناحيه الالوان والسطوع تحت الشمس، في ان اف سي، في مايك اضافي لعزل الدوشه، نفس السوفت وير الوان يو اي 5.1 المبني على اندرويد 13، نفس اداء البطاريه بالظبط، نفس اداء الشبكات بالظبط، واداء الكاميرا الخلفيه في الموبايلين متقارب جدا في تصوير الصور. بل بالعكس ده الاي 24 موجود فيه ثلاث حاجات مش موجودين في الاي 34. اول حاجه مدخل السماعات ال 3.5 مللي اللي كلكم بتحبوه. ثاني حاجه الاي 24 ينفع تركب كارت ميموري في مكان مخصص ليه، مش لازم تشيل شريحه. ثالث حاجه البصمه على زرار الباور عمليه اكتر من وجهه نظري في الاستخدام اليومي في الاي 24 عن الاي 34 اللي بصمته تحت الشاشه مش سريعه قوي. واحد هيجي يقول لي طيب والاي 34 كسب في ايه؟ هقول لك شهاده مقاومه معتمده للميه اي بي 67، الحافه السفليه بتاعت الشاشه اقل، الريفريش ريت بتاع الشاشه اعلى 120 هرتز، الصوت الاستيريو اعلى، كاميرا السيلفي افضل شويه في الاضاءات الداخليه، والكاميرا الخلفيه افضل في تصوير الفيديوهات ان هو بيتصور 4K وكده. واخر واهم فرق الاي 34 بيجي بمعالج اقوى بحبه حلوين سواء في الاداء اليومي العادي او في الالعاب التقيل. السؤال بقى، هل انت شايف النقط اللي تفوق فيها الجالكسي اي 34 تستاهل فرق سعر حقيقي دلوقتي وانا بصور الفيديو ده 5000 جنيه ما بين الاي 24 والاي 34؟ انا هقول لك على حاجه، مقاومه الميه انت اكيد مش هتغطس موبايلك في الميه كل يوم، الكاميرا السيلفي في ضغط ضعيفه عادي برضو مش هتصور سيلفي كل يوم، والفيديوهات ال 4K في ناس كتير اصلا مش بتصور فيديو بالموبايل بتاعها. الصوت الاستيريو في الاي 34 حلو وعالي، بس الصوت الاي 24 هو مونو بس كويس مش هيواجهك فيه ازمه. الفرق الفعلي اللي ما بين الموبايلين دول هو فرق الاداء وفرق المعالج، حرفيا الاي 34 اقوى حبه حلوين من الاي 24. هل بقى فرق الاداء الفعلي اللي انت هتحسه كل يوم، انا بكلمك على حاجه محسوسه كل يوم، تستاهل 5000 جنيه فرق ما بين الاي 24 والاي 34؟ الاجابه من وجهه نظري انا لا، ما تستاهلش، لان اداء الاي
الاي 24 مش وحش سواء في الاداء اليومي او في الالعاب الثقيله، بتكلم عن نسخه 6 جيجا رام في الاي 24 مش نسخه 4 جيجا رام. فمن الاخر بعد ما جربت الاي 24 فتره وبعد ما جربت الاي 34 فتره وبعد ما جربت تقريبا كل موبايلات جالكسي فئه اي الجديده من سامسونج في 2023، احب اقول لك ان الجالكسي اي 24 النسخه ال 6 رام يعتبر ده موبايل السنه من سامسونج، لان هو قدم لك تركيبه مواصفات واداء حقيقي فعلي كويس جدا بالسعر اللي انت بتدفعه قصاد اسعار الموبايلات الغاليه. وده اللي ساعد عليه شويه ان الموبايل ده اتجمع في مصر، مش بيتصنع في مصر، هو بيتجمع في مصر تحت اشراف كبير من شركه سامسونج. وفي النهايه احب اكد عليك سواء اشتريت الاي 24 او الاي 34 لازم تبقى عارف ان انت هتشتري شاحن وجراب وسكرينه وشبكات الواي فاي مش اقوى حاجه، دي العيوب الجوهريه في كل موبايلات جالكسي فئه ايه. وبرده لو انت عاوز تمسك العصايه من النص، معلومه قلتها قبل كده كتير معلش استحملني وهقولها تاني، جايز لو ما سمعتهاش قبل كده، ممكن تشتري الام 52 ده ب 10500 جنيه، ده موبايل سامسونج جامد جدا، هو قديم شويه بس بمعالج كوالكوم سناب دراجون 778 جي، شاشه كبيره سوبر اموليد 120 هرتز بثقب مش بنوتش زي الموبايلين دول. عاوز اقول لك الموبايل ده صفقه قويه جدا بالسعر بتاعه، هو قديم حبتين بس هو من الاخر هيدي لك تجربه كويسه جدا، ده لو لحقته لان الموبايل ده شويه ومش هتلاقيه اساسا بقى موجود في المحلات، وهتلاقي الاي 24 والاي 34. فدلوقتي تعمل اللايك الجميل وتكتب لي كومنت وتقول لي هل انت متفق معايا ان الجالكسي اي 24 هو موبايل السنه من سامسونج، ولا انت شايف الاي 34 قيمه اقوى قصاد السعر اللي بتدفعه؟ هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر، ممكن انت تبقى شايف حاجه وانا شايف حاجه، فعاوزين كده نتناقش في الكومنتس تحت. وتاكد بقى ان انت عامل لنا سبسكرايب ومفعل زر الجرس، اشوفك في حلقه جديده من حلقات موبيزل، كان معاكم احمد سعيد، سلام.